بتعليمات ملكية وضمن اتفاقية مبرمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع السلطة المينائية لطنجة المتوسط، حيث عمدت إلى استئجار باخرتين بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 راكب و500 سيارة لكل باخرة، رصت بميناء طنجة المتوسط الباخرة الأولى قادمة من فرنسا. أخويا كل شيء بخير على خير، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله ينصر سيدنا، والحمد لله كل شيء على خير وبخير. فواياج داز مزيان وكل شيء الامور هانيه، والله ينصر سيدنا عاود خطره ثانيه. ايوا بغينا بلادنا، بغينا بلادنا حنا. عاش الملك. انا اول مره في حياتي كان سفر، سفريه يعني ممتعه جدا، كنقول الفضل كيرجع لله سبحانه وتعالى وصاحب الجلاله الله ينصره، لان في الحقيقه هذه التفاته طيبه وميمونه للمهاجرين، وفي الحقيقه الفضل كيرجع لله ليه هو، وكنتمنى عاوتاني في الرجوع ان شاء الله، رجعوا ثاني في ظروف حسنه بحال الظروف اللي جينا فيها. هاد البادره اللي طلقها صاحب الجلاله الله ينصره كلهم رحبوا بها وكانوا فرحانين، فرحانين واحد الفرح كبير اللي ما كيتصورش، وانتم كتشوفوا الناس كيفاش كينزلوا بالكلاكسونات وبالزغاريد. ارتباط وطيد للجالية المغربية بأرض الوطن، توازيها رعاية ملكية خاصة ثم إرادة قوية للمسؤولين كل من موقعه من أجل ضمان عودة مغاربة العالم للمملكة في ظروف جيدة، وهو الهدف الأساس من العملية من خلال هذا العرض الإضافي الذي سيمكن من رفع عدد سفن المسافات الطويلة المستغلة طيلة عملية مرحبا 2021 إلى 10 سفن.